بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنجاوب على السؤال اللي يقول: كيف أنشئ ملف وأكتب فيه بيانات؟ كيف أنشئ ملف وأكتب فيه بيانات؟ طبعا عندنا دالة if open، تقدر تراجع السؤال اللي يقول كيف أقرأ ملف من الجهاز، عشان فيه له تعريف الـ if open والـ if close والكلام هذا. if open ممكن أنت الآن تكتب دي، واكتب اسم اي ملف لانه الرايت حينشره، او ممكن تفتح ملف موجود وتكتب فيه. لكن الان على فرض ان الملف مو موجود فحينشره على طول. يعني لو كتبنا دي مثلا بي اتش بي كيو اي دوت مثلا، اي امتداد ممكن انت تالف كمان اي امتداد دوت اي تي مثلا فاصله، ممكن تحط تي اكس تي، تكتب له دبليو المود. طبعا الشرح تكلمنا فيه في السؤال الخاص بقراءة ملف W write أو W plus read write. الآن خلينا نقول له إحنا نبغى نفتح الملف. if مثلا if h، يعني تم فتح الملف وإنشاؤه، نختبر الآن. شو نقول له الآن؟ ممكن الآن تقول له s يساوي welcome to phpQA. الآن بكتب هذا النص، بكتب هذا النص، بكتبه فين؟ بكتبه في الملف. اجي اقول ال يساوي طول النص استرلين، هذه داله قلنا تجيب، تقدر تراجع الحصول او معرفه بطول النصوص، السؤال الخاص بهذا الشيء. استرلين يجيب لي طول النص، احنا نبغى طول اس، يجيب لنا طوله كم؟ 1 2 3 يعده ويجيب لنا الطول يخزنه في ال. نستخدم الان داله اسمها اف رايت، داله اسمها اف رايت. هذه الدالة شو وظيفتها؟ وظيفتها تكتب أول شيء، تعطيه الملف اللي تبي تكتب فيه. إحنا عندنا ملف مخزنين الهاندل تبعه فين؟ في الإف إتش. يقول لك أعطيني الهاندل تبعه، فنقول له إف إتش، يعني الملف، إيش الملف اللي تبي تكتب فيه؟ طيب إيش البيانات اللي تبي تكتبها؟ إحنا نبغى نكتب الإس. أنت ممكن تختم كذا، لكن كمان ممكن تقول له أبغى طول، أبغى طول اللي تكتبه إل. طول لو كان مثلا طول الاس فيها 100 حرف والال رقم 30، حيكتب 30 حرف من الاس بس ويسيب الباقي. فلو تركته كذا ممكن، لو تركته كذا ممكن، يعني لو شلنا هذه بدون الطول، بس عشان اوضح لك، لو شلناها بدون الطول يكتبها. الان تقول له اكتب، بعدين نقول له اف كلوز مين، اغلق الملف اف اتش اللي هو phpqa.at. تقدر تقرأ بنفس الطريقة، احنا تكلمنا في سؤال القراءة. طيب خلينا نسوي تحديث ونشغل نشوف. طيب قبلها، قبل هذا خلينا نشوف الدي. طبعا ما عندك ايش؟ ما عندك ملف اسمه phpQA. جميل، الان نروح للمستعرض، سوي تحديث. اوكي الان حدث، نشوف اذا انشأ الملف ولا لا. لاحظ phpqa.at AT، تقدر تكتب فيه اي شيء. قال لك نوعه AT فايل، حجمه 1 كيلو بايت، لانه طبعا تقدر تفتح انت الملف وتقراه. ممكن احنا نقول له open، يسالنا ليش تبغى تفتح الملف، نقول له نفكره لانه هو ما يعرف النوع. اوكي الان نجي هنا، شوف ويلكم تو phpQA بداخل الملف هذا. وهذه طريقه الكتابه للملفات في PHP. فيها طبعا اذا كانت موجوده طرق اخرى في موديلات اخرى تقدر تطلع عليها. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.